صباح الخير، انا الدكتورة شيرين عبد الفتاح، انا استاذ مساعد في قسم الاناتومي. هو انا غالبا كنت ما باجي ازي اشرح محاضرة كانت بتبقى اناتومي، بس النهاردة هنتكلم عن موضوع شوية مختلف، فقلت اديكوا فيدباك عنه اللي هو البورتفوليو. يعني ايه بورتفوليو؟ لو احنا دورنا على المعنى اللفظي لكلمة بورتفوليو هتلاقيها محفظة. هو المحفظة انت متعود تحط فيها ايه؟ المحفظة متعود تحط فيها كل حاجة بتهمك وانت ماشي الصبح كده، حطيت فلوسك، حطيت كارنيهاتك، حطيت حاجتك كلها في المحفظة. فبالتالي احنا اكتر حاجة قدرنا نشبه بيها البورتفوليو شبهناها بالايه؟ بالمحفظة، علشان انت بتلم اي اوراق مهمة تخصك في البورتفوليو ده. تمام، لميت الاوراق اللي تخصك، ان كان لبروجريشن في سنه معينه انت عملتها، ان كان لاوراقك، لحاجتك، هتقدم لترقيه معينه، هتقدم لبروموشن معين، هتقدم لاي حاجه، لازم تبدا تجمع الورق اللي انت عايزه في فايل. اسمه ايه الفايل ده؟ اسمه بورتفوليو. إذن what's a portfolio؟ Portfolio it's a collection of، بالنسبة لك أنت هيبقى it's a collection of a student work or activity. ماشي، لأن أنت محفظتك اللي أنت هتهتم بيها في شغلك أو في الحاجة تخصك أنت إيه، هتبقى البورتفوليو ده. فمحفظتك هتبقى it's a collection of student work and activity over a period of time، يعني في مرحلة معينة من حياتك. ما احنا اتفقنا ان البورتفوليو ده هيبقى عبارة عن ملف بيجمع مرحلة في حياتك. طب انت مرحلتك كستودنت ايه الحاجات اللي انت بتعملها؟ اي حاجة بقى انت بتعملها في خلال السنة دي هحطها جوه البورتفوليو ده. فتعريف البورتفوليو it's a collection of student work activity over a period of time that shows his effort, progress and achievement. طب تفتكر ايه الحاجات اللي انا ممكن احطها جوه المحفظة بتاعتك ده او جوه البورتفوليو بتاعك ده، بيعبر عن الافورت بتاعك او البروجرس او الاتشيفمنتس اللي انت هتعملها؟ يعني انا عايز اتكلم دلوقتي هاو تو دو ا بورتفوليو. ماشي، تعالوا كده نشوف ازاي هنعمل بورتفوليو. اول حاجة هجيب فايل بالشكل ده. الفايل ده عبارة عن بلاستيك فايل بيبقى جواه transparent files، جواه يعني هو فايل بلاستيك من بره وجواه transparent files عشان اقدر ادخل فيهم الحاجات اللي انا عايزة ادخلها، الانفو، الورق، الحاجات المهمة اللي انا عايزة ادخلها جوه الفايل ده. طب الفايل ده هل بيبقى لازم ليه لون معين؟ اه، خد بالك ان انا هعمل organization to an official portfolio. official portfolio ده student وجامعة، فلازم في اول حاجة هجيب فايل. الفايل ده ليه color formal. الفورمال color اللي انا عايزك تتعلمه اللي هو very related لل education is the blue color. فافضل color لل education is the blue color. تمام، فلازم whatever ما بتحبش البلو لازم الكالر يبقى شكله formal. يعني ما ينفعش اجيب pink، ما ينفعش اجيب احمر. فلازم البورتفوليو which is related to an official تاسك لازم يبقى الفورمال، لازم يبقى اوفيشال. كل حاجه لكل مقام مقال. كفر بيج بيدل ان البورتفوليو بتاعك عليه اسمك، عليه انت في سنه كام، عليه الداتا الخاصه بيك. فالكفر بيج دي دايما بتبقى ايه؟ انت ايه؟ انت مثلا فلان الفلاني، اسمك الرباعي، student in faculty of medicine Cairo University year كذا. فبيبقى فيه cover page بيبقى فيها الانفو بتاعتك. بعد كده على cover page او page منفصلة بعمل لوجو. هو المفروض ان احنا متقسمين جوه الكلية على mentors. المنتور ده بيبقى responsible for عدد من الطلبة، جروب من الطلبة بيحبوا ان هم يعملوا لوجو للبورتفوليو بتاعهم. لوجو ده وات ايفر بقى، بس ده دايما برضو ارجع واقول انه لازم يبقى حاجه فورمال او حاجه اوفيشال. يعني مثلا انا مثلا احب اعمل اللوجو بتاع جامعه القاهره، احب لو انا في الابكه هعمل اللوجو بتاع الابكه، هعمل اللوجو اللي ريليتد ان انا مثلا دكتور فهحط اللوجو بتاعي سماعه، اللوجو بتاعي بالطو، وات ايفر الحاجه، بس لازم تبقى اوفيشال او فورمال وريليتد للجوب اللي انت هتعملها. تاني احنا اتفقنا ان ده
فايل فيه الـ student workload و activity، والـ student ده student faculty of medicine، فلازم يكون اللوجو بتاعه official أو form. طيب بعد كده هعمل table of contents. table of contents يعني مثلا أنا عندي جدول، الجدول ده الـ contents بتاعتي اللي موجودة. يعني أنا عندي مثلا البورتفوليو ده في السي في وفي مثلا الحاجات اللي هحطها، كل ما هحطه في البورتفوليو هحطه في التيبل اوف كونتنتس في اول في الصفحة اللي بعد اللوجو. يبقى هجيب صفحة كده احط فيها الكونتنتس 1 2 3، سي 1 السي في، 2 الكونسبت مابس، 3 السيلف ريفلكشنز يعني الكونتنتس كاني هقرا كتاب. الكتاب انت ما بتيجي تقراه بيبقى فيه اندكس، الاندكس ده بيبقى عبارة عن المواضيع او السبجكتس اللي انت هتقراها جوه الكتاب. فالتيبل اوف كونتنتس ده عبارة عن السبجكتس اللي انت هتشوفها جوه البورتفوليو بتاعك، فانت هتضطر تحط في التيبل اوف كونتنتس كل ما ستضعه في البورتفوليو ان سيكونس. يعني نمبر 1 ده هيبقى السي في، نمبر 2 على حسب انت حطيت ايه، نمبر 2 3 حطيت ايه، نمبر 3 جوه جدول في الصفحة بتاعت التيبل اوف كونتنتس. طب الكونتنتس بتاعت البورتفوليو لازم احط في دماغي بعد ما احط التيبل اوف كونتنتس اكلكس كده انا داخله على ايه. every activity I add should be separated by separators to illustrate the work. يعني انا مثلا حطيت التيبل اوف كونتنتس وهحط السي في، ما ينفعش خبط لزق كده احط السي في، لازم قبل السي في احط ورقه فيها في النص كده سي في سيباريتور فواصل فاصل. يا جماعه اهو انا داخله على السي في، يبقى انا دلوقتي حطيت فاصل انا داخله على السي في، وبعد كده اروح حاطه السي في. طب خلاص خلصت وحطيت السي في، هحط الفورماتيف اسسمنت بتاعي، يبقى احط فاصل فيه في نص الصفحه كلمه فورماتيف اسسمنت وبعد كده احطها. يعني انا تاني every activity I add in the portfolio should be separated by separators. السيباريتور ده عباره عن ورقه فاضيه في نصها الحاجه اللي انت هتحطها. طب ما تيجي ناخد اكزامبل اهي، هحط ورقه فاضيه في نصها كلمة سي في وبعد كده اروح حاطة السي في بتاعي جوه البورتفوليو. تمام. طب ايه الكونتنتس بتاعت البورتفوليو؟ تاني انا بنبه ان every activity I add should be separated by a separator to illustrate your work. يعني هحط صفحة فيها كلمة سي في في النص وبعد كده اروح حاطة السي في، صفحة separator فيها كلمة concept maps وبعد كده اروح حاطة concept maps بتاعتي، صفحة فيها self reflections وأحط self reflections بتاعتي، صفحة فيها formative assessment وبعد كده أروح حاطة formative assessment بتاعتي، صفحة فيها quizzes وبعد كده أروح حاطة quizzes بتاعتي، صفحة في نصها integrated separators. يا جماعة separators اتفقنا. طيب ايه الحاجات بقى اللي انا محتاجاها اوي من separators جوه البورتفوليو؟ عايزة السي في بتاعك، عايزه concept maps وكمان شويه هنتكلم يعني ايه concept maps، عايزه self reflections وكمان شويه هتكلم يعني ايه self reflection، عايزه الformative assessment. الformative assessment ده اللي هو المفترض ان الاقسام بتنزل زي assessment انت بتجاوبه عشان تعرف البروجرس بتاعك او الاتشيفمنت بتاعك في الماده دي عامل ازاي، فتحط الformative assessment بدرجتك. لو في كويزز الديبارتمنتس عاملاها هنحطها جوه البورتفوليو، هنحط الانتجريتد كيسز اللي بناخدها باجاباتك، هنحط اي بيرسونال اكتيفيتيز. افترض ان انت عندك مثلا شهاده معينه ان انت بايونير في حاجه، مثلا مسابقه معينه انت كسبت فيها، مؤتمر معين انت حضرته، ويبينار حضرته، وات ايفر الاكتيفيتيز البيرسونال اكتيفيتيز بتاعتك هنحطها. الاساينمنتس لو في اساينمنتس طلبها الاقسام هتحط كوبي من الاساينمنت، لو في برزنتيشنز هنعملها هنحط كوبي من البرزنتيشنز. اذا هو بيتضمن كل الاكتيفيتيز او الورك لود بتاعك على مدار السنه. ده الكونتنتس بتاع البورتفوليو بتاعك. يبقى اتفقنا ان احنا عندنا البورتفوليو ده following have the following arranged in separate sections: السي في، السامبل بتاعت الكويز والانتجريتد كيسز، السيلف ريفلكشنز، السي مابس، اي ريبورتس بتاعتك، ريسيرش، سوشيال اكتيفيتيز، فوتوز، اي حاجه ليها علاقه بيك اوفيشال هتحطها جوه البورتفوليو. وانا بحط البورتفوليو بتاعي ليه؟ علشان انا دلوقتي المنتور بتاعك اقدر اساس الليرنينج اوتكمز بتاعتك، اعرف
انت دلوقتي انا لما شفت طبعا الحاجات بتاعتك عرفت انا انت عامل ازاي، عرفت الجروث بتاعك عامل ازاي، عرفت انت بتديفلوب ازاي، شفت الاسسمنتس بتاعتك، شفت البرزنتيشنز بتاعتك، شفت حاجتك، عرفت اعرف انت ماشي ازاي، اشوف البروجريشن بتاعك ثرو اوت ذا يير، هل انت بتتحسن، هو انت بتقل، هو انت بتزيد، اقدر اشوف قدرتك على المذاكره عامله ازاي، اقدر اشوف انت يعني بتقدر تعمل concept maps ازاي. فكل ده اقدر اعرف evaluate you، اقدر اعمل لك evaluation through your portfolio. طب ايه كمان؟ خد بالك ان البورتفوليو ده بيعمل interaction ما بين الستودنت والeducator، يعني انت ما بينك وما بين المنتر في interaction عن طريق البورتفوليو. انا دلوقتي بقول لك اعمل ايه، طب ده حلو ده وحش، طب حسن من نفسك في ده، طب انت ليه الفورماتيف المره دي وحش، طب انت تعدل من نفسك ازاي. فمهم جدا عشان الانتراكشن ده. غير كده دوكيومنتيشن، انا بدوكيمنت انا ثرو اوت ذا يير انا عملت ايه، ففي دوكيومنتيشن ليك او للبروفيسورز ايه البروجرس بتاعك. يعني ايه سيلف ريفلكشن؟ انا دايما بقول السيلف ريفلكشن ده انا بكتب، انا ببص لنفسي في المرايه. هو انا لما ببص لنفسي في المرايه بشوف ايه؟ بشوف نفسي ليه؟ علشان اشوف انا مثلا عندي مشكله عامله ازاي، بشوف شكلي عامل ازاي، بشوف هل انا محتاجه احسن من نفسي ولا انا كده كويسه. ففي فكرة السلف ريفلكشن دايما انا بشبهها بان واحد بص في المراية شاف ايه، بدأ يفكر، بص في المراية انا شفت مثلا انا هكتب سلف ريفلكشن عن الموديول ده، يعني انا الموديول 102 مثلا او موديول 207 او موديول 204 whatever الموديول اللي انا هتكلم عنه اللي انا I went او I passed through. طيب اول حاجه الموديول ده كان عباره عن مواد ايه، طيب السبجكتس بتاعتي دي مشيت ازاي، طيب هل الدنيا كانت ماشيه كويسه، طب هي المشكله لو انا عندي مشكله هي المشكله دي فيا ولا في السبجكتس، طيب انا حطيت بلان للمشكله ولا لا، طب انا اصلا حطيت بلان واورينتد بالمشكله ولا انا اصلا ماشي في حياتي كده مش دريان اصلا. طيب لو انا فعلا بصيت وعرفت المشكلة عبارة عن ايه وبدأت اكاتيجورايز، طب بدأت تدور على سولوشن المشكلة ولا سبتها. ففكرة ان انا اعمل سيلف ريفلكشن مش مجرد ان انا هحط ورقة وابدأ اكتب 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 وخلاص، لا، مشكلة ان انا احط نفسي قدام المراية اواجه نفسي. طب اواجه نفسي اللي هو تاني انا عندي موديول مثلا، سي انا بتكلم على موديول مثلا، ايه المواد اللي انا بدرسها، طب هي I'm passing through well ولا لأ، طب عندي مشكلة معينة، طب هل أنا خدت بالي إن المشكلة دي موجودة، طب بدأت أريكورد المشكلة ولا لأ، بدأت أحط بلان إن أنا أحل المشكلة دي ولا لأ، كل ده بيتكتب. ف self reflection is the way to remove inner roadblocks. لو أنا عندي حاجة مش قادرة أشوفها بكتبها فبقدر أديتكت فبقدر أحل، تمام؟ become aware of the things that really holding me back and then tackle them by finding a solution. يعني انا ايه اللي مرجعني، لازم ابص مع نفسي واقفه، اقف مع نفسي واقفه اعرف مشكلتي ايه، ريكوردد المشكله، بدات ادور على solution فحلتها. طول ما انا حاطط دماغي في الرمل فانا ما حلتش مشكلتي، فبالتالي انا لازم ابص على مرايه اشوف، طب انا مشكلتي ده انا عندي مشكله يا جماعه فعلا، طب المشكلة دي عرفت هي ايه؟ طب حلو قوي، دي ستيب تانية. طب هل انا بدأت ادور على حل؟ دي ستيب تالتة. لقيت الحل دي ستيب رابعة ودي ذا بيست، او ده انت كده you got the maximum of your self reflection. فتمام. طيب ال criteria of an ideal self reflection، اول حاجة لازم تكون right state and environment، يعني لازم تبقى عارف ان انت صح، ان انت قاعد في المكان الصح وبتكلم عن الحتة الصح. تبدأ تسأل نفسك الأسئلة الصح، ولازم وانت بتسأل نفسك الأسئلة الصح تجاوب عنها truthfully، يعني ما ينفعش تخدع نفسك. يعني ما ينفعش أقول مثلا إن أنا فاهم فيسيولوجي كويس وأنا تمام وأنا مش فاهم، فلازم أسأل نفسي السؤال الصح وأجاوب عنه مش الإجابة الصح،
مش لا مش لازم هنا بقى تجاوب الإجابة الصح، لازم أجاوب الإجابة الصادقة حتى لو الإجابة الصادقة دي صادمة. يعني أنا مش بريح نفسي، بالعكس أنا عايزة أوصل لو أنا عندي مشكلة أحلها. فلازم أحط نفسي في environment سليم، أسأل نفسي right questions، أبقى truthful مع نفسي، ده ما هو self reflection، ده أنا ونفسي. فلازم أبقى 100% truthful، أبدأ analyze the situation، أبدأ أكتب مشكلتي إيه، أوصل لسولوشن، أحط decision، وأفضل أشوف أنا how much progress I did. تمام؟ فإحنا الفورمز اوف هدي فورم، ده أنا هدي إيه مثال للسيلف ريفلكشن اللي هو إيه، how do you feel، هل أنا كويس، طب حصل إيه، طب هو أنا دلوقتي كتبت اللي حصل، أنا عندي مشكلة حلتها ما حلتهاش، what do you think you should have done، طب كان المفروض أعمل إيه علشان not to pass through this problem once more. فسيلف ريفلكشن ده يا جماعة simply أنا بصيت في مراية، detect my problems، حطيت بلان لحلها وبدأت أحلها فعلا، يبقى أنا كده عملت سيلف ريفلكشن. وخد بالك دايما بيقول لك سيلف عشان it's between you and yourself. تمام، لازم تحط لنفسك تايم فور سيلف ريفلكشن. على فكره قوي من الموديولز او قوي من انت دايما لازم يبقى بينك وبين مرايتك، لازم تعرف حتى لو المشكله مش مشكله علميه، انت سي مثلا عندك حاجه في حياتك، لازم تعرف انت ايه مشكلتك، لازم تقعد مع نفسك وتشوف لها حل. فهي الفكره كلها سيلف ريفلكشن، اتس نوت اونلي حاجه educational او حاجه official، لا دي حاجه هتفيدك حتى في حياتك الشخصيه. Honest self-reflection opens your mind to reprogramming, change, success and freedom. بصوا كده حاجة كده كوميدية جدا، هي إزازة الزبادي دي لما بصت لنفسها في المراية عرفت إنها هت expire tomorrow. فبالتالي يا جماعة دي it's a shock for yourself، حتى لو أنت شايف إن أنت عندك مشكلة you have to face. ال concept mapping أو ال C-map. concept map دي انا عندي فكرة broad، عندي فكرة broad اهي new concept او concept انت عايز تتكلم عنها. ال concept دي هبدأ اعمل لها linking words وابدأ اسب divide بهذا الشكل، linking words to main مثلا، وبعد كده ال linking words يبقى تحتيها linking words، وال linking words يبقى تحتيها linking words، وال linking words يبقى تحتيها linking words. بالتالي ان انا ابدا ادي برود ايديا عن الفكر. طب ما تيجي ناخد اكزامبل، ما تيجي اصلا نحلل الكونسبت مابينج نفسها. يعني ايه كونسبت مابينج؟ ات ريبريزنتس نوليدج، بتتكلم عن نوليدج عن موضوع معين. النوليدج ده ريبريزنتد باي كونسبت اللي هي الكونسبت ماب، و اورجانيزد فعملت هيراركي. الهيراركي ده يا هعمله داونلود تحت بعضه يا هعمله في بوكسز. وابدأ الحاجة التانية on the other hand it shows relationships between concepts enhancing creativity and learning. يبقى الكونسبت مابس بتعبر عن فكرة، الفكرة منظمة في شكل هيراركي يا داونورد يا بوكسز، و shows relationships between concepts. فايه فكرتها في الآخر؟ it enhances creativity and learning. في الآخر ال knowledge دي it's represented by concepts. ندي example، it trees will provide oxygen, provide shade, provide paper. الأكسجين ده مهم ليه؟ مهم عشان living organisms، وهنقدر نعمل أكتر للأكسجين. أقدر أحط كمان أرو وأقول الأكسجين ده مهم عشان إن إحنا نعمل photosynthesis، وبعد كده photosynthesis ده أنزل منه تاني، أفضل أمشي ورا الفكرة بتاعتي. provide shade، provide paper. طب لو انا عايز اعمل analysis more analysis للبيبر، البيبر is used to make notepads and books. يعني في الاخر انا عندي فكرة مجموعة من linking words، linking words دي ممكن تكون knowledge انا بعبر عنها، ممكن تكون shows حاجة انا هبدأ استخدمها، في الاخر انا عندي concept. طب انا ليه بعمل كده؟ عشان ابقى creative، عشان اقدر learn وابدأ link الحاجات وintegrate الحاجات ببعضها. ففي الاخر يا جماعه لازم يبقى عندي بورتفوليو. البورتفوليو is official and formal so it should have
يونيفورم اور فورمال كولر لايك بلو اور بلاك. Then I will put my name. I put my logo. The logo should be official, like logo of Cairo University, logo of the IPCA if I'm an IPCA student. Then I will put a table of contents indicating what's put inside my portfolio. Then I'll separate the contents of my portfolio with separators containing the subject. So I'm going to put a CV. CV will be put then my CV, CV paper, paper containing the CV word will be put. Then I'll put my CV. Then I will be put a paper containing the concept map. Then I will put my concept maps, and so on. And this is the contents of the portfolio. CV, concept maps, self-reflections, formative assessment, quizzes, integrated cases, any personal activities, assignments, and your presentations too. بس يا جماعة ان انتوا سمعتوا الحبة دول، بس I think يعني انا بحاول ان يبقى في حاجة helpful ان انت تعمل البورتفوليو بتاعك.